واش الخوت، السلام عليكم. كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير، بصحة جيدة ان شاء الله، وكنتمنى من الله يعجبكم الحال ان شاء الله. كما كتشوفوا دابا التفاح ديال العيد بوكما شوفوا تبارك الله، واحد التفاح اللي هي زوينه بزاف الصراحه. المهم هذا راه التفاح ديال العيد بوكما كما كتشوفوا تبارك الله على نعمه الله، شوفوا تبارك الله.